عليكم أعزائي الطلبة، نكمل شرحنا للجراف ثيوري. وصلنا للمثال اللي شرحنا بيه عن الديستنس وعن الدايمتر. الشكل الأول شرحنا عليه وقلنا شلون هاي كانت الديستنس 3، الدايمتر 4. الشكل الثاني قلنا الديستنس 2 بين الأي والإف اللي هي أقصر مسار، والدايمتر هو 3 للشكل، لأن هو عبارة عن أكبر مسافة بين للشكل وليس لنقطتين محددتين. إذن هسه صار عندنا مصطلح فيرتكس، مصطلح إيتس، مصطلح ديجري، مصطلح كونكتد، مصطلح نوت كونكتد، مصطلح ديستنس، ومصطلح الدايمتر. هسه ايش عندنا؟ عندنا التايب اوف جراف، اكو انواع للاشكال. هاي الانواع لازم نعرفها ونعرف كل نوع احنا شلون نميزه. التايب اوف جراف لكل شكل، الشكل نقول عليه هذا الشكل عندنا نوعين، كومبليت شكل تام، هذا الشكل التام اذا كانت كل الرؤوس مرت يعني بيها every other vertex موجود بيها تكون خطوط، يعني اكو الجراف يكون كومبليت اذا كل رؤوسه متصله، يعني كل رؤوسه اكو خطوط. نفس الانطباع على هذا الشكل، هو كومبليت تام لان كل رؤوسه مرتبطه، كومبليت كومبليت. اذا الجراف is said to be complete if every vertex in G is connected to every other vertex in G. إذا يكون الشكل هو connected إذا كانت هي كل رؤوسه مرتبطة. زين، وعندي مصطلح آخر type of graph هو regular. شنو regular؟ نقول عالشكل هو regular إذا كانت كل رؤوسه تحوي نفس الدرجة. يعني لو نباوع هذا الشكل، ايش قدر لازم نطلع فيرتكس كل رأس؟ هسه هاي الديجري مالتها 1 2 3، هاي 3 هذا 3 هذا 3، اذا هذا الشكل نقول عليه ريجولار. هذا الشكل كل رؤوسه الديجري مالتهم 4، هذا 4، هذا اذا هذا ريجولار. اذا النوع الثاني هو نقول عليه regular، ليش؟ لأن كل رؤوسه تحوي نفس الدرجة. إذا أكو ربط بين الدرجة وبين نوع الشكل. فهنا هسه لو نباوع هذا الشكل نقول عليه صفر regular. ليش صفر regular؟ لأن هو أصلا ما بي ديجري. هذا 1 regular. ليش 1 regular؟ لأن بي لاين 1 درجة هاي 1 درجة هاي 1. هذا شو نقول عليه؟ تو ريجولار. ليش؟ كل فيرتكس بي هو بي الديجري مالته 2، هذا الديجري مالته 2، هذا الديجري، يعني كل شكل بي تكون بي نفس الدرجه فيتسمى بالريجولار على اسم الدرجه اللي يحملها الشكل. اذا الشكل يكون ريجولار اذا كان يحوي نفس الدرجه. عندنا الانواع، يعني احنا مو قلنا كل شكل نريد نمثله بمصفوفه، يتمثل الشكل بمصفوفات. فهنا الماتريكس بالنسبه للجراف شلون نمثلها؟ طبعا عندنا نوعين من الماتريكس، اكو انجنسي ماتريكس وانسيد ماتريكس. الانجنسي ماتريكس هي مصفوفه تربط راس مع راس، والمصفوفه الثانيه الانجنسي ماتريكس هي مصفوفه تربط راس مع مستقيم مع لاين او مع باث. يعني انا انطيك شكل واقول لك هذا الشكل مثل لي اياه، شو تمثل لي اياه؟ اذكر لك اما من نوع انجنسي ماتريكس او انستد. فهذا الشكل اذا اردت من نوع انجنسي يعني راس مع راس، يعني اخلي مصفوفه واخلي الرؤوس مالتها للمصفوفه، اباوع الشكل الشكل مالتي بكم راس. هنا أنا عندي كم رأس؟ 5. فخلي V1 V2 V3 V4 V5، أخلي هنا 5 وخلي هنا 5. أجي أبدي أشوف V1 ويا V1 إذا ما كلوب إذن هو 0. V1 للV2، V1 للV2 إذا أكو خط أخلي 1، إذا ما أكو أخلي 0، وهكذا. V1 ويا V3، V1 ويا V3 هذا أكو خط إذن أحط 1. V1 ويا V4 هذا خط بخلي 1. اذا الانجنسي ماتريكس هي عباره عن مصفوفه تربط لي راس مع راس.
الاستدماج.